افرحي يا عروسا لا عروسا لها. بهذه الكلمات يرنم المؤمنون للعذراء في كل يوم جمعة من الزمن الأربعيني المقدس. واختتمت كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك والكنيسة الأرثوذكسية في الأردن أيضاً مدائح السيدة العذراء التي تقام على مدار 5 جمع طيلة أيام الصيام الأربعيني. افرحي يا من أزالت دنس الخطيئة، افرحي يا حبيبا يرحض النية، افرحي يا كاسا يمزج به السرور. وأحيا المؤمنون خلالها الترانيم للعذراء البتول لتشفع في المؤمنين جميعا عند ابنها ومخلصنا يسوع المسيح. السلام عليك يا شجرة اللذيذة الثمر، يتبثى من المؤمنون. وتضم المدائح 4 أقسام تتناول كافة مراحل بشارة الملاك للعذراء مريم وولادتها السيد المسيح وعن طبيعتي السيد المسيح البشرية والإلهية أيضاً. وفي الأسبوع الأخير أو ما يعرف بوداع المدائح يتلو المؤمنون الأقسام 4 التي تليت على مراحل الصيام المقدس كافة. تحيي الكنائس اللاتينية في المملكة كل جمع الصيام المقدس بصلاة درب الصليب، حيث يتلو المؤمنون على 5 جمع أيضاً من الصوم المقدس مراحل درب الصليب كافة، والحكم على السيد المسيح بالموت وكيف سار السيد المسيح حتى رفع عنا على عود الصليب. من شو على هامة ملك الملائكة، سامحتهم لأجل